منورنا حبيبي. ومشرفنا. وعايز ابدا الحكايه من بدايتها مع حضرتك طبعا، وتفكرنا وتفكر الساده المشاهدين بالجيل الذهبي والنجوم اللي كانوا بيلعبوا مع حضرتك، وكمان حب النادي الاتحاد وارتباطك بيه لغايه دلوقتي. لا ده حاجه كبيره جدا، نادي الاتحاد بالنسبه لي بيتي اللي لا يمكن استغنى عنه بدم يعني. اكيد يعني احنا بنقول ايه، دمنا اخضر زي ما بيقول. ايوه نادي الاتحاد كان عندي 13 سنه تمام، فاستلفني نادي او استعار بيا من عندنا رايحين يلعبوا نادي الاتحاد، ورحت معاهم. بعد الماتش ما خلص كابتن فؤاد مرسي طبعا كان نجم نادي الاتحاد الكبير يعني، هو صاحب الفضل الاول والاخير عليها في نادي الاتحاد، فاكتشفني بقى من هنا من سن 13 سنه. من 13 سنه لعبت فريق اول 17 سنه ما شاء الله الحمد لله والله كابتن. دي كانت البدايه، وطبعا اللي كسبته من الكوره في نادي الاتحاد ان انا عصرت جيل يعني ما اقولكش بقى، جيل الكابتن شحت طبعا حاجه مثل الاعلى وحبيبي. الله يكرمك. اتشرفت ان انا لعبت مع الجيل ده فعلا يعني، مكسبي من الكوره ان انا لحقت الجيل ده، وهكذا بقى لحد ما بطلت الحمد لله. ونجوم كبار غير كابتن شحته طبعا، كابتن يعني شحته وكابتن عادل البابلي وكابتن الجارم وكابتن محيي وكابتن عرابي رحمه الله عليه وكابتن باكر، حاجات كبيره قوي قوي اسماء كلها كبيره. وكابتن هاني سرور وهو كان مجيله كمان برضه كان كويس جدا. يعني محمد عمر اصله كمان جه يعني في محمد عمر وفي محمد نور وفي خد بالك حضرتك كابتن، احنا كلنا لعبنا صغيرين يعني، احنا لعبنا الفريق الاول صدفه كده 17 سنه. كان نادي الاتحاد كان في مشكله والفريق الاول بتاعنا حصل دروب كده، كنا هنلعب الزمالك، جه حصل تغيير في الجهاز بعد ما خسرنا من الاولمبي 4 يا كابتن. جه كابتن فاروق احمد علي قال عايز اعمل تراي ماتش مع فريق 18 او 17 فريق الشباب سنة. بتاع بالظبط كده بالظبط. عملنا عليهم، كنت بلعب على كابتن جارم اليوم ده كمان. حصل دروب كده وداخلين على ماتش الزمالك بقى، الزمالك بكابتن فاروق وكابتن طه الدنيا دي كلها يعني. واليوم ده رحنا اتفاجئنا ان احنا اللي هنبدا المباراه. ثمانيه ناشئين والله يا كابتن هاني كده، ثمانيه ناشئين وسطنا الكابتن شحته بس. ثمانيه ناشئين بتلعبوا جيل نادي الزمالك الكبير. لعبوا حاجه كبيره جدا. حضرتك طبعا عرفتهم كلهم يعني، كابتن فاروق وكابتن حسن وكابتن طه بصري والدنيا. وايه اللي حصل؟ اللي حصل حضرتك نزلنا الملعب في جمهور من عندنا شاف الفرقتين مشي. قال ايه ده؟ ده كان المباراه في اسكندريه؟ اسكندريه طبعا، انت عارف اتحاد الزمالك اسكندريه حاجه كبيره جدا. طبعا نزلنا الملعب سبحان الله كسبنا 1-0، وكانت دي بدايتنا بقى ما شاء الله. ما هو نادي الاتحاد حضرتك كان مميز بيه يا سامي الاول، كانت كل فرقه بتسلم بعض، مش يطلع لعيبه واثنين زي دلوقتي، فرقه كامله يعني. احنا استلمنا من كابتن شحته وكابتن شحته استلم من اللي قبلنا، عشان كنا كلنا من اولاد نادي الاتحاد.